يا الله يا عظيم أنت العظيم قد همنا you.
عليها بيانين وقدر مكنون الجوهرة الحصون والقول كله يصفي ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور اشراق هذا السراج والعيون متشرفة الى بروزه متشرفة الى كقاب جواهر تموسه وكل دابة بقريش خطفت القصير عبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بظلام بالبركات والسعادة تزل الأرض والسماوات وتقدم خلف يطر الفرح من ملاقاة أشرف البريات وبروزي من عالم الخفاء إلى عالم النور وعلى تنزله في القرون والدهور أظهر الله في وجود بهجة التكريم وبسط في عالم الكبير ما إلى التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم وامطار الوجود الالهي على اهل الوجود بهته والسنه الملائكه بتبشير العالمين تعد سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر والقدرة بشقا عند هذا المسطور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق النور وعندك الحق وكبه على من نتم الله عليه النعمة من خواص الخصمة أن ينظر عند وضعه أمة تعميسا لجنابها المسعود ومشاركة لنا في هذا السماء المنور ونظرة بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من أحور عين